وعد رئيس جنوب السودان سلفا كير بتأمين حرية الحركة للعاملين الإنسانيين الذين عرقلت الحرب عملهم منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك لمساعدة السكان الذين يعانون من المجاعة. وأكد كير في كلمة له أمام البرلمان، أكد أن الحكومة ستعمل على التأكد من وصول جميع المنظمات الإنسانية إلى المحتاجين في كامل أنحاء البلاد. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن 4,900,000 مواطن في جنوب السودان بحاجة إلى مساعدة غذائية عاجلة، فيما تهدد المجاعة نحو 1,000,000 مواطن آخر في الأشهر المقبلة. رئيس جنوب السودان يعد بتأمين حركة للعاملين في المجال الإنساني.